السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صديقاتي وحبيباتي ومشتركاتي الغاليات، إن شاء الله كامل تكونوا بخير وفي صحة جيدة يا رب. اليوم جبت لكم وصفة موسكوتو أكثر من رائعة، بمكونين سريين راح يزيدوا لها خفة وهشاشة وبنة هايلة. تابعوا معايا المقادير وتابعوا معايا طريقة التحضير ونكتشفوا مع بعض وشنو هو المكون أو المكونين السريين. بسم الله، لهنا في ان ريسيبيون نجي ندير انا لهنا 5 حبيبات بيض بدرجه حراره الغرفه، يعني ما يكونوش باردين. و الى وقتو مزروبين وجبتوهم من الفريجيدار حطوهم في ان بول وحطوا عليهم شويه ماء دافي يتفاو شويه ومن بعد خدموا بها. هكذا قلنا 5 حبيبات بيض، 5 حبيبات بيض مع قرصه تاع الملح، ولهنا نديروا لهم كاس تاع سكر عادي ونبداو نخلطو حتى يتضاعف الحجم تاع البيض ويتغير اللون تاع الخليط ديالنا. البنات اللي عندها باتر ولا بيتران تقدر تخلط فيها نورمال، انا نحب نسهل عليكم المهمه، نحب ندير بالفوي، كاين بزاف بنات ما عندهمش باتر، نحب نسهل عليكم بالفوي. فوالا، هكذا بعد ما بيض معنا الخليط نجي لهنا نفرغ كاس ناقص اصبع تاع الزيت، ماشي على مره، ما نفرغوش البنات على مره، نفرغوه على عده مرات ونخلطو. هكذا البنات انا هنا عندي اون بوات تاع ياغورت راح نحطها، هذه راهي اختياريه البنات، يعني مغرفه تاع لافاني تكفي. بصح انا ما نحبش ريحه البيض في الموسكوتو، ايبا درت لها الياغورت باش تنقص عليا هذيك الريحه القاصحه تاع البيض. نخلط هكذا، بعد ما خلطنا مليح وصل الوقت تاع المكون السري ديالنا اللي هو كاس تاع غازوز بيض. انعم غازوز، يعني اي نوع تاع غازوز توفر عندكم، المهم والاهم يكون بيض هكذا ترونسبارون، يعني ما يزيدنا حتى نكهه. هكذا البنات نديرو ونخلط، راح يعطينا موسكوتو عاليه وخفيفه وشابه ما شاء الله. ولا هنا خياتي نجي ندير الفارينه اللي ما نقدرش نقول لكم شحال، كل وحده على حساب البيض ديالها. هكذا راح ندير قدامكم ونقول لكم شحال رفدت معايا. من المستحسن البنات الفارينه تصيروها مالغري تكونوا مصيرينها من قبل، كي تجوا راح ديروها في الموسكوتش ولا في الكيك لازم تصيروها باش تدخل معاها الهواء ويجي معنا الموسكوتش ديالنا خفيف. هذا الكاس الثاني، ونصير معهم زوج خميرة كيميائية. شوفوا البنات القوام ديالنا مازال خفيف بالبزاف، تسمى هكذا نزيدولو نعمرو الكاس تاع الفارينة، بصح نزيدو بشوية ونشوفو القوام اللي رانا حابين نتحصلو عليه. هكذا انا درت نص كاس ونخلط ونشوف. هكذا البنات انا مايش مستحقه بزاف، راح نزيد لها قيس واحد زوج مغارف ما نكملش الكاس كامل. هكذا خليت فيها مغارفه، هكذا راهي خدات معنا تقريبا 3 كيسان غير 4. شوفوا البنات القوام اللي تحصلنا عليه، قوام ثقيل شويه باسكو الا الموسكوتو ما داتش القدر الكافي من الفارينه اللي تسحقها راهي تطلع في الفور، وكي نحلو الفور بوم راح تحبط. يبقى لازم تدي القدر الكافي تاع الفارينه اللي تسحقها. هكذا البنات هاوليك المكون السري الثاني اللي راح نستعمله اليوم، مغرفه تاع خل. من المستحسن يكون خل ابيض، يعني لا توفر خل ابيض احسن واحسن. انا ما عنديش خل ابيض، راح ندير مغرفه تاع خل احمر. الخل الدور ديالو هو يستعمل كمحسن، راح يعاوننا الموسكوتو ديالنا باش تطلع وتجي خفيفه وهشيشه ما شاء الله. شوفوا القوام البنات،
لاستيس اللي تعرفوا بها العجينه ديالكم باللي راهي ما شاء الله ما تسحقش تزيدي لها الفارينه، نفدو هكذا بالفوي ديالنا، نكتبوا رقم 8 كي شكل رقم 8 هكذا في العجين، ما تحبطش معنا تمتم، يعني تقعد شويه باش تحبط هكذا كيما راه موضح في الصوره. شوفوا هكذا خياتي، بعد ما كملت الكيك ديالي او المسكوتو ديالي، انا لهنا راح نحطها بجهه، نغطيها بان بابي فيلم ولا طرشونه ولا ما كان حتى مشكل، نخليها تريح 4 ساعة قبل ما ندخلها للفرن. وهذه راهي استيسيا البنات تزيد تعاونها باش تطلع معنا مليح المسكوتو ديالنا في الفرن. كي راح نخلوها تريح راح تبدا الخميره ديالنا الكيميائيه تتفاعل وتمد لنا نتيجه احسن واحسن. بعد مرور 4 ساعة تقريبا انا لهنا في المول ديالي يعني دهنته بالزيت ورشيت عليه الفارينه. نتوما تقدروا تحبوا تدهنوه بالزبده وديروا له رشه تاع فارينه، ونبدا نفرط في الخليط ديالي. البنات نزيد لكم استيس، كي تكونوا تفرغوا في الخليط تاع المسكوتو ديالكم تعلو الغيسيبيون ديالكم قد ما تقدروا، باسكو كي نعلوها راح ندخلوا الهواء مع العجينه ديالنا. راني نمد لكم في كل التفاصيل وكامل لي زاستيس اللي نعرفهم باش ينجح معاكم المسكوتو ديالكم. نخلطوا المول ديالنا مليح باش يجينا سطح متساوي هكذا خياتي. انا راح ندخله للفرن على نار متوسطه رايحه للقليله لمده 40 دقيقه تقريبا، قبل نص ساعة. يا البنات اسمعوني مليح، قبل ما تفوت نص ساعة موحال تحلو الفور ديالكم، باسكو لو كان تحلوه المسكوتو ديالكم راح تحبط. ايبا جامي تحلو الفور كي تكونوا دايرين مسكوتو ولا كيك ولا لي مادلين، المهم العجينة السائلة جامي تحلو عليها الفور قبل نص ساعة. انا ندخلو البنات يطيب ومن بعد نتلاقاو بإذن الله. هاي ليكم البنات، المسكوتو ديالنا بعد ما خرجتها من الفور ودهنتها بشويه معجون تاع المشمش، درت لها تزيين خفيف كيما راكم تشوفوا، ورشيت عليها رشه خفيفه تاع لوز محمس ايفيلي كيما راهو موضح في الصوره. جات هي البنات فيها واحد الخفه واحد الهشاشه شهيتكم في الجنه والله العظيم غير تحفه. شوفوا كيما راهو موضح في الصوره ما شاء الله، خفيفة خفيفة. هاي لكم الصورة اللي تعبر على نفسها. خليتها انا البنات 45 دقيقة في الفور، طابت لي 40 دقيقة من التحت ومن بعد زدت لها 5 دقائق حمرتها من الفوق. التومة كي تجوز 40 دقيقة بيكيوها بالموس ولا بكيغدون ولا الى خرج ناشف سي بون راهي طايبه، ولا خرج شويه مشمخ زيدوا لها 5 دقائق. شوفوا البنات الخفه ديالها ما شاء الله، والله جات فيها واحد الخفه واحد الهشاشه روعه روعه روعه. شوفوا هكذا كي حليتها لكم، شوفوا هادوك الفراغات راهم يبينوا لنا ويوضحوا لنا باللي المسكوتو ديالنا ناجحه 100% وخفيفه ما شاء الله. زيد لكم حاجه البنات، هاد المسكوتو راهي تشد معاكم ما شاء الله، تشد 4 ايام 5 ايام تبقى طريه. غطيوها برك بين بابي فيلم تبقى ما شاء الله. هذه هي البنات، ان شاء الله تعجبكم وصفتنا لنهار اليوم، وطبقوها بكامل المراحل والتفاصيل وليزاستيس اللي عطيتهم لكم. البنات ربي راهو شاهد عليا والله العظيم، يعني مديت لكم كامل واش نعرف وكامل التفاصيل باش تنجح معاكم المسكوتو. هذه هي خياتي، ما تبخلونيش بجيم وكومونتير وبارطاج صحاباتكم وحباباتكم. اللي مشي مشتركه معنا في القناه تشترك وتفعل زر الجرس ليصلها كل جديد. الى فيديو قادم ووصفه قادمه باذن الله، خليتكم في رعايه الله وحفظه. سلام.